الاستعدادات قائمة على قدم وساق، الكل يحبس أنفاسه قبل بداية المواجهة المثيرة المنتظرة بين يوفي وميلان هنا في ملعب أليانز ستاديوم. نحن هنا أيضا مستعدين ونعدكم بتغطية تليق بحجم هذا الحدث، ابقوا معنا. نلتقي في ملعب أليانز ستاديوم حيث الأجواء المثيرة والحماس والشغف بكرة القدم، كل شيء معد وجاهز لاستقبال هذه المباراة. أسعد بصحبتكم من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات الدوري الإيطالي. يوفنتوس يواجه فريق ميلان، في انتظار أن نشاهد متعة وكرة قدم حقيقية جميلة بين الفريق. أدريان رابيو، الكرة في المرمى، هدف افتتاح لم يتأخر لمباراة قد تشهد الكثير. في الحال نشوف التمريرة اللي صنعت الهدف ثم تسديدة قوية من هذه المسافة لا يمكن التصدي لها بكل تأكيد، تصويبة رائعة. هدف التقدم يرفع من معنويات هذا المدرب ويجعل أيضا في سعادة كبيرة جدا. استئناف اللقاء مشاهدينا، الكل ينتظر ردة فعل سريعة من جانب إيسي ميلان. أوليفر جيرو، وصلت لي بوليسيتش، والكرة تتحول إلى خارج الملعب ضربة ركنية. وصلت إلى كرونيتش، هل تكون الفرصة هذه؟ فرصة من جديد لكرة التعادل، جزيرية تصدى والكرة ما زالت في الملعب. والآن وصلنا لنهاية الخطورة في هذه اللحظات، يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة. نظرة ممتازة للملعب، لكن لا تكتمل هذه الفرصة هنا. تدخل سليم، الكرة إلى رمي التماس، في التوقيت المثالي يأتي التدخل. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم، الحارس يوقف الكرة الماضية بدون صعوبة. أركاديوش، تدخل في هذه اللحظات، الكرة تعود بشكل مثالي. والآن مع رافائيل لياو، يتخلص فيها من المدافع اللي كان مكلف بمراقبته. كرة للتعادل في هذه اللحظات، مستحيل. الكرة في المرمى، ميلان يعود، ميلان لا يموت، ميلان يحضر في المباراة، ميلان يرد سريعا. الآن مع إعادة الهدف، التبادل الجميل للكرة في البداية ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. استقبال الفريق الآن لهدف حول النظرة الموجودة على المدرب، لأن نشاهد الملامح اللي واضحة عليها، ملامح الخيبة حقيقة والإحباط. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. فرصة، تألق كبير في التقاط الكرة هنا وإيقاف الهجمة، حراسة المرمى على أعلى مستوى. تسلل هنا والحكمة تتدخل، التحرك كان ممكن يتفادى التسلل لكن جاء متأخرا بعض الشيء ولم يكن التحرك في صالحه.
بعيدة لا تجد من يقابلها. الكرة تتجاوز الخط في المباراة. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضائع. محاولة جيدة للحفاظ على الكرة. تأتي الآن صفرة نهاية شوط المباراة الأول. مستوى جيد في شوط المباراة الأول، ستكون الجماهير سعيدة بهذا الأداء. تمكن من تسجيل هدف تعديل كفة ورجع فريق المباراة بهذا الهدف، وأعتقد بأن هذا الهدف راح يعطيه ثقة كبيرة لتقديم المزيد في الشوط الثاني. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة جدا. تدخل بشكل سليم، يا سلام على اللقطة. ملك، محاولة لهدف التقدم. الكرة في المرمى، هدف يعيد الفريق للتقدم في النتيجة. شوف الإعادة، شوف اللعبة الجميلة، استمتع بالتمركز الثاني. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. والآن مع رافائيل لياو، ترجع الجيرو. تمركز سليم من اللاعب، يعترض اللقطة ويبعد الكرة. ميلان يقوم بتغيير الآن. يحصل على المساندة في هذه اللحظات. رائعة في هذه اللحظة. حاول التسجيل مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو يا رب. مستحيل الكرة. هدف على الطاير بكرة عالمية، هدف أسطوري. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. أوليفر جيرو، تدخل بكل قوة. إسماعيل بن ناصر، من جديد لأوليفيه جيرو. تسويب على العارضة. لوكاتيلي، كرة بتروح من جانب اليوفنتوس. أوليفر جيرو، إسماعيل بن ناصر، الكرة متاحة للتسجيل. تصدي من الشنزني، اللعب مستمر في هذه اللحظات. ركنية هنا وفرصة أمام الميلان للتقدم في نتيجة المباراة. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. والصافرة هنا تعلن عن ركلة حرة لمصلحة اليوفنتوس. انذار شفوي في هذه المرة، قد يتحول إلى كرت أصفر إذا ما تكرر مرة أخرى. يوفنتوس يهاجم ويسعى بالتأكيد. تصدي غير طبيعي، ردة فعل استثنائية. حارس مرمى خيالي، ماذا أقول؟ عن ماذا أتحدث؟ انظر إلى التوقيت، كيف حافظ على التعادل في الدقائق الأخيرة؟ المدافع يتدخل في الوقت المناسب، ينهي هذه الفرصة. وهنا قد تشكل خطورة. مستحيل، كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب. الله على هذا السيناريو.
إعادة الهدف ونشوف كيف مررها. حلوة كانت الزميلة، ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة، أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. فرصة قد تكون الأخيرة للعودة إلى هذا اللقاء. نجح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. أمامنا 3 دقائق كوقت إضافي. لوكاتيلي، المساحة أمامه في هذه اللحظات. هذه متعتهم، هذه كراتهم، هدف آخر يوسعون به الفارق، هدفين في غضون لحظات، ليست غريبة على هذا الفريق. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ثم انفراد في المرمى، وبالتالي لا يمكن إهداف مثل هذه الفرص في موقف واحد ضد واحد. رائع الهدف، إنهاء مثالي لهذه الكرة. تنطلق إلى الصفر في هذه المباراة وتعلن عن فوز فريق يوفنتوس وتحقيق الإقامة كاملة. فوز مستحق بفارق هدفين، إقامة المباراة كاملة سيكون لها تأثير إيجابي على الفريق. اليوم الكل سعيد بالأداء. لعب واحدة من أفضل مبارياته في كرة القدم. تتكلم عن أداء خرافي، أداء أسطوري اللي شفناه في مباراة اليوم. كان نجم هذه المباراة، كان حاسم في تحقيق الفوز. نجح في تسجيل هدفين في مباراة اليوم، ساهم في فوز فريقه، كان واضح عليه الثقة وقدرته على مساعدة زملائه في أرضية الملعب.